مدارس الطالب الذكي، القرآن حياتنا، نحو جيل إسلامي أمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السابع، أسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي معكم مجددا في درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، وهو درس حب العصافير فراخها. هذا الدرس الجميل للكاتب المعروف الجاحظ، الملقب بالجاحظ، وهو أبو عثمان عمرو بن بحر، لقبه الجاحظ. ولد في البصرة سنة 59 و100 للهجرة، وتوفي فيها سنة 55 و200 للهجرة. درس العلوم المعروفة في عصره، وكان ثاقب البصيرة، لديه روح مريحة. طبعا له مؤلفات عديدة، من أهمها وأشهرها كتاب البيان والتبيين والبخلاء وكتاب الحيوان. إذن كاتب النص هو الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر الملقب بالجاحظ. طبعا نستمع سوية لهذا النص الجميل الذي تحدث عن حب العصافير لفراخها. النص الرابع، حب العصافير فراخها. وليس في الأرض طائر ولا سبع ولا بهيمة أحنى على ولد ولا أشد به شغفا وعليه إشفاقا من العصافير. فإذا أصيبت بأولادها أو خافت عليها العطب، فليس بين شيء من الأجناس من المساعدة مثل الذي مع العصافير، لأن العصفور يرى الحية قد أقبلت نحو جحره وعشه ووكره لتأكل بيضه أو فراخه، فيصيح ويرنق، فلا يسمع صوته عصفور إلا أقبل إليه وصنع مثل صنيعه بتحرق ولوعة وقلق واستغاثة وصراخ. وربما أفلت الفرخ وسقط إلى الأرض وقد ذهبت الحية، فيجتمعن عليه إذا كان نبت ريشه أدنى نبات، فلا يزلن يهيجنه ويطرن حوله لعلمها أن ذلك يحدث للفرخ قوة على النهوض. فإذا نهض طرن حوله ودونه حتى يحتفنه بذلك العمل. ولو أن إنسانا أخذ فرخي عصفور من وكره ووضعهما بحيث يراهما أبواه في منزله، لوجد العصفور يتقحم في ذلك المنزل حتى يدخل في ذلك القفص، فلا يزال في تعهده بما يعيشه حتى يستغني عنه، ثم يحتملان في ذلك غاية التغرير والخطار، وذلك من فرط الرقة على أولادها. إذن أعزائي الطلاب، استمعنا سوية معكم لهذا النص الجميل. ما الفكرة العامة للنص؟ ما الفكرة أعزائي الطلاب؟ الفكرة كما لاحظنا وكما سمعنا هي طبعا حب العصافير لفراخها والحنو عليه على الفراخ. الكلمات الجديدة الموجودة في النص، طبعا هناك كلمات كثيرة موجودة في النص، كالتغرير. ما معنى كلمة التغرير ككلمة جديدة؟ التغرير هي الخطر والهلاك، الخطر والهلاك. أيضا هناك كلمة الخطار. الخطار من هذه الكلمة تقريبا يعني المعنى واضح، بمعنى الخطر، المخاطرة والمجازفة. الخطار، المخاطرة والمجازفة. أيضا هناك كلمة يرنق، يرنق الطائر. ما معنى يرنق؟ أي يخفق بجناحيه دون أن يطير. يرنق أي يخفق بجناحيه دون أن يطير، هذا الفرخ. أيضا هناك كلمات أخرى وردت، كلمة بهيمة. إذن بهيمة الأنعام وردت في القرآن أيضا. ما معنى بهيمة؟ إذن هي كل ذات أربع قوائم من دواب البحر والبر عدا الطيور والسباع. الجمع بهائم، الجمع بهائم. أيضا هناك كلمة سبع وردت أيضا في النص، وكلمة الحية. ما معنى كلمة سبع؟ كلمة سبع هي كل ما له ناب، أقول السباع، أي كل ما له ناب كالأسد والنمر والذئب وغيرها، وكل ما له مخلب كالصقر، الجمع سباع.
إذن الحية، الحية معروف، إذن اسم شامل يطلق على كل أجناس الحيات من أفاعي وصل وثعبان وحنش، الجمع حيات. إذن هذه الكلمات التي وردت في النص استمعنا ولاحظنا شرح هذه الكلمات. الآن لدينا كلمة نشكل منها خريطة، خريطة كلمة، كلمة شغف. أقول مثلا كلمة شغف، شغف، أحب القراءة بشغف. ما معنى كلمة شغف؟ ما مرادفها؟ ما مرادف كلمة شغف؟ أحسنتم، هي حب، شدة الحب. وما ضدها؟ مضاد شغف. الشغف أو الحب ما مضاده؟ طبعا أكيد الكره. هل هذه الكلمة اسم أم فعل؟ هي اسم، أكيد أحسنتم. طيب ما وزنها الصرفي؟ أخذنا الوزن الصرفي. إذن وزنها أي شغف فعالة، أحسنتم. إذن شغف مرادفها حب، مضادها كره، ونوع الكلمة هو اسم، ووزنها الصرفي هو فعالة. الآن أعزائي الطلاب نتابع معكم جماليات النص. وردت في النص عدة تشابيه، عدة صور جمالية، استخرجنا بعضها. عندما ورد في النص يحثثنه بذلك العمل للفرخ الصغير، يحثثنه، ما معنى يحثثنه؟ أي يشجعنه. هنا بماذا شبه؟ ما التشبيه الوارد؟ الكاتب ماذا شبه الطيور؟ إذا شبه الطيور بإنسان يحث الآخرين ويشجعهم، أحسنتم. الآن صورة أخرى، ليس في الأرض طائر أحنى، ما الذي يحن؟ هو الإنسان. إذا شبه الطائر بإنسان يحن ويعطف. إذن أيضا صنع صنيعه بلوعة وقلق، شبه الطيور بإنسان يقلق. إذن هذه بعض الجماليات الواردة في النص. نتابع معكم الآن نشاط، أذكر جمع الكلمات التالية. فرخ، ما جمعها؟ جمعها طبعا فراخ وأفراخ. إذن حية، ما جمعها؟ أكيد حيات. قفص، جمعها أقفاص. طائر، الجمع معروف لديكم، أحسنتم، طيور. أرض، ما جمع كلمة أرض؟ أراض وأرضون، وأراضون لها عدة جموع. إذن أراض أو أراضي، وأرضون وأرضون. إذن أحسنتم جميعا. الآن أعزائي الطلاب نتابع معكم في هذا النشاط، ماذا تفعل العصافير في الحالات التالية؟ إذا رأت حية أقبلت نحو فراخها من خلال النص، إذن يرنق الفرخ فيقبل العصافير بصراخ فيفلت الفرخ من شدة الصراخ ومجيء العصافير، يفلت الفرخ من هذه الأفعى. إذا سقط أحد فراخه على الأرض، إذن يهيجنه ويطرن حوله، فإذا نهض طرن حوله لتشجيعه. أيضا إذا أخذ إنسان فرخا من فراخها، أي يحاول هذه الطيور أو هذا الأب أو العصافير أن تقتحم المنزل، إذن يتقحم العصفور المنزل. لاحظ شدة حرص العصافير على فراخها وحنوها عليها، أحسنتم جميعا. لدينا الآن نشاط بيتي، وهو نشاط من المعجم، البحث عن معنى الكلمتين التاليتين، العطب والوكر. إذن من خلال المعجم الذي يتواجد لديك أو موجود لديك، أريد منكم أن تبحثوا في المعجم عن معنى كلمة العطب والوكر. أرجو أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذا الدرس الجميل. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.